تقنية بث السلام والنور لكل العوالم بكل الطبقات. تقنية تساعدنا لاستعادة منزلتنا الأولى وتجعل الكارما وأحمال السنين تسقط عن كواهلنا. نجلس باستقامة العمود الفقري، نرخي كل أعضاء الجسد، الرقبة، الكتفين، الذراعين، تنفس. عميق هادئ، الزفير يطول عن الشهيق. نركز بالشهيق على نقطة بين الحاجبين أقرب لمنتصف الجبهة، نأخذ شهيق منها ونأخذ الزفير أيضا عبرها. نتابع تنفس من هذه العين التي نسميها عين البصير أو العين الروحية أو عين العقل في النفس. الآن هي عين العقل في النفس. نتابع تنفس من خلاله. شهيق، زفير. بالشهيق عم نأخذ النور، بالزفير عم نطرد الأفكار الوهمية من داخلنا. بالشهيق عم ناخذ نور الأحدية في كل الخلق. بالزفير عم نطرد وهم التعداد وأفكار التضاد من داخلنا. نتابع أيضا بالشهيق عم ناخذ سلام الواحد الأحد. بالزفير عم نطرد صراعات الأنفس الأمارة من داخلنا. بالشهيق عم نأخذ الموج الأحدية، الشفرة الكونية المجسدي لكل هذا الوجود. بالزفير عم نطرد الموجات الثانوية التي سرطنتنا وجعلتنا ذوات منفصلة وأنوات. بالشهيق عم ناخذ موجة المحبة والسلام. بالزفير عم نطرد مشاعر السوء من داخلنا. بالشهيق عم ناخذ وعي الأحد سبحانه المتمثل بالدين الأبدي الكوني الواحد. وبالزفير عم نطرد وهم العقائد المتطرفة. بالشهيق عم نأخذ خيط المسبحة الواحد الذي يجمع كل حبات المسبحة. بالزفير عم نطرد حبات المسبحة المتصلبة وعم نجعلها شفافة لا نرى إلا الخيط الأحدي. نتابع. شهيق لطيف، زفير
للكثيف. الشهيق نأخذ النور بالزفير عم نطرد ظلمة النفس والجهل المتمثل بأنوات الانفصال. نتابع شهيق وزفير من العين الثالثة، نحس بهذا النشاط، نشعر كيف سوية الطاقة فينا عم ترتفع، عم نصير بنظرة الشاهد على أحداث الحياة، نسمو من الانفصال الأرضي وعالم الماديات إلى سماء واحدة تجمعنا بسماء العقل. عم نتابع تنفس لا يعتقدن المرء أنه إذا ما شهق من الكمال محبة وطرد من النفس أمارات السوء أن بفعله هذا سيتلوث الأثير. لأن الإنسان هو من يخلق الواقع، فعندما نطرد الوهم منا ونستبدله بنور الحي الأزلي الذي لا يموت، فإن النفس بنا تحيا وتصبح الموجة المبثوثة منا موجة حياة فيها السلام والسمو لكل المخلوقات. نتابع تنفس عبر العين الثالثة، ونعيش هذا السلام، نشعر بهذا النور. عندما نرى هذا النور واحد في داخلنا وذوبان الظلمة من خارجنا، فلا يوجد أحد إلا وغلفناه بإرادة الرب من خلال النور. نأخذ هذا النور للقلب ونوزعه لكل أعضاء الجسم عبر العمود الفقري للأسفل ونصعد به للأعلى. شهيق النور الآن العين ثالثة، عين البصيرة، ينزل نور من خلال العمود الفقري للأسفل، وبالزفير أيضا أصبح نور يصعد للأعلى. أصبحنا الآن نتنفس النور عبر العمود الفقري بالشهيق والزفير. من خلال الشهيق أصبح يدخل أيضا النور من الأعلى، ومع الزفير أيضا نور يصعد، نور صاعد ونور هابط، كل طاقاتنا متوازنة بالنور. نتصور هذا المسح، نعمل عملية مسح ضوئي للعمود الفقري من الأسفل للأعلى. ونركز هذا النور لكل الخلايا، نحس بالراحة واللطف والجمال. نعيش
ولأننا أصبحنا كائنات نورانية أصبح لدينا انعدام في الرغبات إلا رغبة واحدة أن يستنير كل من في هذا العالم. وكان الداخلي نور حتما سينعكس على واقعنا الخارجي برؤية النور أينما حللنا مهما كان الحدث ومهما كانت التجربة. نحن في مركزية الذات نرى النور ولا نرى سواه. مهما كان الحدث ومهما كانت التجربة سنبقى في مركزية النور الداخلي. كونوا بسلام، 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 كونوا بسلام.